مرحبا بكم متتبعينا. وضع كاميرات مراقبة في الشوارع أمر عادي في بعض الدول نظرا للدور اللي كتقوم به في فضح بعض الجرائم، بالإضافة إلى التقاط مواقف غريبة وطريفة في بعض الأحيان. الكاميرات كيكون كلشي مراقب، كلشي مزيان. شنو غادي يزيدنا هذا الشيء؟ شنو غادي يزيدنا؟ التقدم، كيولي كلشي يتفتحوا الجرائم، كيتفتحوا بزاف المسائل، بزاف الكاميرات مهمين. كيكونوا في الاماكن العموميه ولا في الشارع، الايجابيات ديالهم انا كيبانوا لي الايجابيات اكثر من السلبيات، حيت كما كتلاحظوا كاملين كنلاحظوا كاملين في مواقع التواصل الاجتماعي، كاميرات مراقبه في الشوارع في الاماكن العموميه تمكنت انها تضبط بزاف ديال الحالات، سواء حالات ديال السرقه، ديال الاعتداء. دونك نقدر نقول باللي الايجابيات ديالها هي اللي كاينه وما كاينش السلبيات. شكرا. هادي تما اذا كوب الليل والهراض وكيما على هذا هو الشيء اللي كاين. ولا ما كتأيد شي؟ كنأيدها إلا طبعا غيكون فيها الإيجابيات أكثر من السلبيات، ولكن أنا كنقول لك خصنا التنفيذ. أنا المشكل ديالها في التنفيذ، خص لما تعمل حاجة خص يكون عاد استمرارية في المراقبة وإلى آخره. هذا الشيء اللي كاين، أما هي الفكرة مزيانة. شكرا. ايه والله كنظن هذا كاميرات المراقبه ديال الشوارع غتكون حاجه مزيانه، ماشي شي حاجه خايبه، بالعكس اللي غتكون بالعكس غتحيد المشاكل اللي غادي يكونوا في البلاد، اي السرقه، اي شي حاجه ديال الطوموبيلات، اي شي حاجه واحد تحرش بشي وحده، اي شي حاجه خايبه غتكون غتساعد، بالعكس ما كتكونش شي حاجه خايبه. هذا هو المفهوم ديال اللي كان مع ولا ضد. بالنسبه لي كاميرات المراقبه راه عتحد من السرقه وبزاف ديال الافات، يعني في صالح تكون صالح الشعب، المهم تكون حاجه مزيانه راه ايجابيه. الايجابيات ديالها عتفرج ديك الناس اللي كيسرقوا واللي كيعمل شي خواض ولا شي حاجه ماشي هذيك عيبا، الكاميرات دابا كيفتحوا كلشي.